ظلت الدراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الضوء على مجموعة من الوثائق البريطانية اللي بتفيد وبتؤكد تورط الإخوان في العمالة للإنجليز أثناء فترة الاحتلال. معانا على التليفون الأستاذة تؤى النجار، الباحثة في شؤون الجماعات الإرهابية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذة تؤى أهلا بيكي، ويعني إزاي بتؤكد الدراسة دي أن جماعة الإخوان الإرهابية منذ تأسيسها وهي تعمل ضد الوطن؟ صحيح هذا الكلام كلنا نعلمه، ولكن إيه اللي بتضيفه هذه الدراسة؟ أولا مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على كل متابعي حضرتك الكرام. قبل بس ما أشير إلى الدراسة، خليني أكد أن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في إطار تعامله مع المجتمعات الغربية بيتبنى استراتيجية قائمة على التغلغل الناعم. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه هو بينشط داخل المجتمعات دي عبر عدد من الأدوات، سواء ثقافية وإعلامية، سواء منظمات مجتمع مدني ومنظمات حقوقية، سواء استثمارات اقتصادية. التغلغل ده يا فندم بيتيح له هدفين: أول حاجة إن هو يعبر عن استراتيجيات الجماعة ويروج ليها، تاني حاجة إن هو يهاجم الأنظمة المعادية ليه عبر الأدوات اللي أنا ذكرتها في بداية حديثي. بس التغلغل ده نتاج العلاقة ما بينه وما بين الغرب، وبالحديث عن العلاقة ما بين جماعة الإخوان المسلمين والغرب، جماعة الإخوان الإرهابية، الإرهابية والغرب، أخد من كلام حضرتك الدراسة اللي صادرة تحت عنوان الإخوان والغرب تاريخ العداوة والارتباط، وهي دراسة حديثة صادرة عن جامعة هارفورد. تمام؟ الدراسة دي تحتوي على جملة من الوثائق يعني كشف عنها الأرشيف البريطاني والولايات المتحدة الأمريكية. الدراسة دي بتقول إن مع بداية تأسيس جماعة الإخوان الإرهابية، بريطانيا كانت بتبص لها إن هي مناقضة أو يعني مش ماشية مع المصالح البريطانية، والمسؤولين البريطانيين قالوا إن رؤية الإخوان المسلمين رؤية ظلامية ومنغلقة ومعادية للآخر. بس في نفس الوقت بريطانيا انفتحت على علاقات معاهم بهدف ان هي تقود نفوذ حركات التحرر الوطني في مصر في الوقت ده، وكمان تقود الاحزاب السياسيه زي حزب الوطن. وعشان نكون دقيقين، يعني طبقا للوثائق اللي جت في الدراسه، ان جماعه الاخوان هي اللي ساعدت ان هي تفتح قنوات اتصال مع المحتل. عام 1941 البنا بدا في تواصل مع الانجليز، ارسل رساله فيما معناها ان هو عنده استعداد يتعاون مع المملكه المتحده في مقابل الحصول على دعم مالي. وعلى اساس هذه الرساله يا فندم حصل اجتماع ما بين منسقي او ممثلين من الجانب الانجليزي وممثلين عن جماعه الاخوان المسلمين على راسهم احمد السكري اللي هو صديق حسن البنا، والسكري طلب 40,000 دولار مقابل دعم بريطانيا، برغم ان البنا حاول مرارا وتكرارا ينفي اي صله ما بينه وما بين بريطانيا او ان هو سعى ان هو يفتح قنوات اتصال معاها. بس الوثائق اللي موجوده في الدراسه اللي كشفت عنها بريطانيا نفسها قالت لا، ان البنا خد دعم مالي من المملكه المتحده، تحديدا من شركه قناه السويس في الوقت ده، في مقابل تاسيس مسجد ومقابل دعم بريطانيا. العوده بقى لسؤال حضرتك، ان ده معناه ان الجماعه ما كانش عندها اي مشكله ان هي تتعاون مع المحتل في سبيل تحقيق مصالحها. برغماتيتها وخيانتها للوطن حاضرة من أول تأسيسها لحد اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذة تؤى النجار، وتاريخ طبعا متواصل من الخيانة، خيانة والعمالة مستمرة في الجماعة منذ تأسيسها وحتى الآن وستستمر.